بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف عين ميم. له قضية يقول فيها: إنني طلقت زوجتي أول مرة ثم راجعتها، وبعد 5 أشهر حصل نزاع بيننا، وكنت في هذه اللحظة في أشد الغضب وقلت لها بكلام فيه تعتع وغير مفهوم بالطلاق بالثلاثة لا تدخل الشقة الليلة، وكانت هي خارج الشقة في وقت الحدث، ثم دخلت الشقة ولكن لم تسمعني وصارحتني بذلك، إذ قالت إنها لم تسمع ولم أقل علي الطلاق، قلت بالطلاق بالثلاثة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يجب أن يراجع فيها القاضي أو يراجع فيها دار الإفتاء في الرياض إذا كان السائل في المملكة، أما إن كان خارج المملكة فإنه يراجع علماء بلده ليستفصلوا منه ويحضروا الزوجة ووليها ويستفصلوا عما حصل من هذا السائل من تلفظ بالطلاق ومعرفة حالته حين الطلاق وغير ذلك مما يجب ملاحظته في هذه المسألة العظيمة. الحاصل أن عليه أن يراجع إن كان خارج المملكة أن يراجع علماء بلد، وإن كان في المملكة فعليه أن يراجع أقرب محكمة إليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيم بالرياض هو المستمع محمد طاهر إسماعيل مصري، بعث يسأل ويقول: إنني والله الحمد حاول ألا أقصر في فرائض الله، ولكني أسهو في صلاتي وأفكر أثناء الصلاة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ مسألة التفكير والوساوس أمر يغلب على بعض الناس أو على كثير من الناس، ولكن المسلم يحاول أن يقطع الوساوس وأن يستحضر قلبه في الصلاة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول صلاته بعد الاستفتاح، وإذا عرض له وسواس أو خواطر فإنه يرفضها ويتركها ويقبل على صلاته والله يعينه. صلاته صحيحة لأن هذا أمر خارج عن استطاعته، ولكن عليه بمقاومته. نعم، جزاكم الله خيرا. يسألكم تفسير قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. عذاب عظيم. الآية تعني الذين يقذفون العفيفات من النساء بالزنا، إذا قالوا يا زانية أو فلانة زانية أو زنيتي فإن هذا هو الرمي وهو القذف. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة أنهم يجلدون 100 جلدة، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. حكم الله عليهم بعدة أحكام. أولا أنهم يجلدون 100 جلدة، وهذا حد من حدود الله. 80 جلدة، أنهم يجلدون 80 جلدة وهذا حد من حدود الله. الحكم الثاني أنهم لا تقبل لهم شهادة عند القضاة وعند الحكام ولا يصدق لهم خبر لأنهم فسقة. الحكم الثالث أن الله حكم عليهم بالفسق، أولئك هم الفاسقون. فهذا مما يدل على أن القذف بالزنا للرجال والنساء أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد، مما يدل على عظمة حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، ومما يدل أيضا على خطورة اللسان وخطورة الكلام وأنه يجر على صاحبه
وبالا عظيما. وفي الآية التي ذكرها السائل بيان وعيده في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كل هذا وعيد على القاذف والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: أختكم في الله أم حذيفة. أم حذيفة تسأل وتقول: ما حكم هجر القريب الكافر كالأب والأخ، وهل يكون ذلك من العقوق أو من قطيعة الرحم؟ الكافر يجب بغضه ولو كان من أقرب الناس، ولو كان أبا أو ابنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فبغضهم متعين ومحبتهم محرمة، وكذلك هجرهم يجب هجرهم إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل. إلا حق الوالدين فإنه واجب وإن كانا كافرين، البر بهما والإحسان إليهما بدون محبة لهما مع كراهة ما هم عليه من الكفر والاعتقاد، لكن يبر بهما مكافأة لهما على صنيعهما في تربيته. قال تعالى: ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فيبر بهما ولو كانا كافرين، لكنه لا يحبهما ولا يبرر ما هما عليه من الكفر، بل يبغض ذلك ويكرهه ويدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤال طويل بعض الشيء، تقول: ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه: إنه لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، فما معنى المسيرة؟ معنى المسيرة المسافة، معنى المسيرة المسافة. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم من أجل أن يصونها ويحافظ عليها ويقطع الأطماع الفاسدة فيها. ولأن المرأة ضعيفة وعرضة للأخطار، فإذا كانت وحدها فإنها تضيع ويتسلط عليها الأشرار. النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمراد بالسهر ما يسمى سهرا في عرف الناس، جاء تحديده بيومين وجاء تحديده بيوم وليلة، وجاء إطلاقه أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. الحاصل أن ما يسمى سفرا فإنه لا يجوز لها إلا مع ذي محرم يصاحبها. وقد أراد رجل أن يغزو الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأته تريد الخروج للحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع الحج مع امرأتك. أرجعه من الجهاد والغزو. وسواء كان السفر على الأقدام أو على راحلة من الدواب أو على السيارة أو على طائرة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخص سفرا دون سفر ولا وسيلة دون وسيلة، وهذا يتناول السفر إلى يوم القيامة بأي وسيلة كان السفر، ولو كان بوسيلة سريعة أو بوسيلة بطيئة، كل ذلك تحتاج المرأة فيه إلى محرم يصاحبها. ولو سافرت في طيارة أو في سيارة أو مع ناس كثيرين، فإن ذلك لا يعفيها من مصاحبة المحرم الذي يكون معها ويقوم بحمايتها وصيانتها، وإذا احتاجت إليه فإنه يكون حاضرا من أجل أن يقوم بخدمتها فيما لا تستطيع مباشرته بنفسها. الحاصل أن مصاحبة المحرم للمرأة في سفرها أمر واجب، وسفرها بدون محرم حرام عليها بأي وسيلة كان ذلك السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا تأكيد بعد تأكيد. وإذا كان السفر إلى الحج وإلى بيت الله لا يجوز إلا بمحرم، فكيف بغيره؟ إذن فالمحرم متعين للمرأة في سفرها ولا يتساهل فيه، لأنها امرأة ضعيفة، والمحذور موجود في كل سفر تسافره، وعلى أي
بأي وسيلة تسافر، المحذور موجود والعلة موجودة، فلا بد من مصاحبة المحرم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى موضوع آخر تسأل عنه أختنا، فتقول: كيف يرقى المرء أو كيف يرقى المرء نفسه من الحسد إن علم حاسده ولم يستطع أن يطلب منه الاغتسال له، وكيف يتحصن المرء من الحسد؟ يكثر من ذكر الله ومن الورد في الصباح والمساء ومن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويستعيذ بالله وبكلمات الله تامات من شر ما خلق، ويكرر ذلك، والله سبحانه وتعالى يتولاه بحفظه، لأن من استعان بالله أعانه الله، ومن استعاذ بالله أعاذه الله، ومن استكفى بالله كفاه الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. إذن كيف يرقى المرء نفسه جزاكم الله خيرا إن علم حاسده ولم يتمكن من طلب الاغتسال؟ كما ذكرنا من أنه يقرأ على نفسه الفاتحة، سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وينفث على نفسه، يقرأ وينفث على نفسه. نعم، جزاكم الله. مع عمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من استغسال العائن وأخذ الغسالة وصبها على المصاب. نعم، لكن إذا لم يتمكن من ذلك، إذا لم يتمكن من ذلك فكما ذكرنا يرقي نفسه بالقرآن والتعوذات. نعم، وكيف يتحصن جزاكم الله خيرا؟ بالتعوذات وبالورد الصباح والمساء. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء بحياة الله أو بحياة الله وبآيات الله؟ توسل إلى الله بأسمائه وصفاته في الدعاء أمر مشروع. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي إنك أنت التواب الرحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يدعوه بأسمائه وصفاته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بتوقيع مجموعة من الأخوات رمزن إلى أنفسهن بعدد من الحروف هي زاي صاد عين واو ها ثاء ح. أخواتنا يسألن جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمرأة استعمال دواء ليطول شعر الرأس؟ لا بأس بذلك، إذا جرب هذا الدواء وعرف أنه يصلح شعر الرأس بعد استشارة الأطباء المختصين في هذا فلا مانع من ذلك، خصوصا إذا كان المرأة تحتاج إلى هذا بأن كان شعرها قصيرا أو لا ينبت لها شعر، يجوز أن تتعاطى من الأدوية ما يصلح شعرها. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يوضع الأسمنت على القبور؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن يوضع الأسمنت على القبور إلا عند الحاجة، إذا كانت الأرض لا تشتد تنهار تاجو إلى بناء القبر، يعني يحفر ثم يبنى بلبنات أو بحجارة أو بغير ذلك من وسائل البناء ليمنع الانهيار ثم يوضع فيه الميت، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الأرض متماسكة وقوية فإنه يحفر للميت فيها ويلحد له ويوضع باللحد ثم يسد عليه اللحد باللبنات أو غيرها، ثم يهال عليه التراب ويسوى ولا يرفع إلا قدر شبر عن الأرض، هذه هي السنة في القبر. أما أن يبنى على القبر بناء مشرفا وبناء عاليا هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من البناء على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، يعني هدمته وسويته بالأرض بدل أن يكون مرتفعا وشاهقا، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى